واحد يقول ما معنى الموت عند الكاتب وكيف يموت الخاطئ لينال المغفرة؟ يقول لك بقى يموت في المسيح. واحد بيقول ما هي الذبيحة أو الذبائح التي كانت تغفر خطايا العمد في العهد القديم؟ يعني مثلا ما هي الذبيحة التي قدمها داود وإبراهيم؟ الذبائح كانت قبل ناموس موسى كلها محرقات، وكانت المحرقة تأكلها النار حتى تتحول إلى رماد ولا يأكل أحد منها. وأيوب قال لعل أولادي يكونوا أخطأوا إلى الرب، فكان بيقدم أنهم محرقات، وإبراهيم قدم محرقات وكلهم قدموا، وداود قدمت عنه لأنه لم يكن كاهنا، لأنه من سبط يهوذا،